رضا الله في العلم القديم بظهور أسرار تخفيت للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانخلق قيد التكبير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأخلاق الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخششت به من خششت فكان مستقره في الأفلاك الآخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر ناك البشر فنورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم بهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف كانت الألسن لا تفي بعشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هز لي إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعند تشوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ليتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم